الحماض الاستقلابي، وهذه حكينا عن الآليتين الأوليتين اللي هي احتباس شوارد الهيدروجين أو نقص بإطراح الآلي الثاني، والآلي الثالثي هي ضياع البيكربونات. ضياع البيكربونات قد يكون عبر الطريق الهضمي أو عبر الطريق البولي. ضياع البيكربونات عبر الطريق الهضمي كما في حالات الإسهالات أو في حال وضع المفجرات أو حتى النواسير، مثل النواسير أو المفجرات اللي بتوضع بالطرق الصفراوية أو البنكرياسية أو المعوية، هاي بتؤدي لضياع البيكربونات وبالتالي بتؤدي للحوض أو الحموض الاستقلابي. أو بيكون ضياع البيكربونات عبر السبيل البولي كما في حالات الحماض الأنبوبي من النمط الثاني أو الحماض الأنبوبي القريب، هوني بيحصل عدم يعني عوز بعودة امتصاص البيكربونات وبالتالي بتطرح بالبول، فبيحصل عندنا حماض استقلابي طبيعي الفجو الشاردي، أو استخدام المدرات المثبطة لإنزيم الكربونيك إنهيدراز مثل الأسيتازولامين. هلأ بحالات الإسهالات بيكون عادة بالإسهالات الشديدة بيكون البراز غني جدا بالبيكربونات مما يؤدي لانخفاض تركيز البيكربونات في البلازما، وبالتالي بيحدث عندنا الحماض. بيحدث بالإسهال كذلك ضياع الماء والصوديوم أيضا مما يؤدي إلى نقص حجم السائل خارج الخلوي، فيصبح هون بهالحالة هي تصحيح نقص الحجم هو الأولوية الأولى بالنسبة للجسم. لذلك هون بهالحالة هي بتزيد الكلى من إعادة امتصاص كلور الصوديوم، وأيضا بسبب عودة امتصاص الصوديوم بيعاد امتصاص الماء معه حتى تعاود نقص الحجم، وبالتالي بيرتفع تركيز الكلور. فالحالات اللي قلنا تترافق مع زيادة بعودة امتصاص الكلور بتكون الفجوة فجوة الشوارد أو الفجوة الصواعد تبقى طبيعي. فبهالحالة هي دائما حالات الإسهال بتكون طبيعي حماض استقلابي، ولكن بكون عادة طبيعي الفجوي الشرد. والتدبير بحالات الإسهالات بشكل عام، أول شيء عادة نبدأ بتخصيص حجم، ومن ثم في حال في معظم الحالات إذا تم تصحيح الحجم بيتصحح الحموض لوحده، ونادرا ما نحتاج لإعطاء البيكربون. هلا عنا ضياع البيكربونات عن طريق السبيل البولي، والمثال عنها هو الحماض الأنبوبي القريب. يعني لما نسميه القريب يعني بيكون المشكلة الأساسية بالأنبوب القريب، ولما نقول مثلا حماض الأنبوبي البعيد بتكون المشكلة الأساسية كذلك بالأنبوب البعيد. البعيد عادة بسموه هو النمط الأول وهو النمط الكلاسيكي. القريب عادة هو بنسميه الحماض الأنبوبي من النمط الثاني، وهون بيحدث فيه خلل بالأنبوب القريب بيؤدي لنقص عودة امتصاص البيكربونات، وبالتالي بيزداد طراحة بالبول. آلية الحماض الأنبوبي القريب مثل ما ذكرنا، كما يوجد عتبي كلوي للجلوكوز يوجد أيضا عتبي كلوي لامتصاص البيكربونات، وبتبلغ قيمتها 25 ميلي مكافئ باللتر، يعني هي الوسطة تبع البيكربونات أو تركيز البيكربونات بالدم. عند مرضى الحماض الأنبوبي القريب هذاك عند المرضى الطبيعيين أنه عودة امتصاص البيكربونات طالما هي أقل من 25 ميلي أكوفلنت باللتر فيعاد امتصاص كل البيكربونات. إذا زادت عن 25 ميلي مول باللتر بتصير وقتها تنطرح بالبول ولا يعاد امتصاص. أما عند مرضى الحماض الأنبوبي القريب بكون هناك خلل في عتبة امتصاص البيكربونات، مثلا بتكون العتبة 18، وبالتالي كل ما يزيد من البيكربونات فوق هذه العتبة سيتم اطراحه، فبالتالي بيحصل عند المريض ضياع دائم للبيكربونات بالبول. طالما العتبة منخفضة فإمتى بيحصل امتصاص البيكربونات؟ طالما كانت البيكربونات اقل من 18 فيتم اعادة امتصاصها. اذا ارتفعت فوق 18 ما بتعود تمتص، ولذلك المريض دائما بتكون عنده البيكربونات ناقصة فبيعاني من حمى. وطبعا بحالات الأنبوب العوز البيكربونات بسبب الحماض الأنبوبي القريب عادة العلاج هو تعويض البيكربونات مدى الحياة. عندنا المدرات المثبطة للإنزيم
كربونيك انهيدراز، هاي المدرات بتثبط خميره الكربونيك انهيدراز وبالتالي بتثبط عوده امتصاص البيكربونات، واهم مثل ما ذكرنا اكثر من مره هو الاسيتازولامين. طبعا كل اشكال الحماض الناتجه عن ضياع بدئي في البيكربونات سواء عن طريق السبيل الهضمي ولا عن طريق سبيل البوله بتكون فجوه الصواعد طبيعي، لان الكلي تعاوض عبر زياده اعاده امتصاص الكلور. في كل الحالات اللي بتعود الكلي بزياده عوده امتصاص الكلور بتبقى الفجوه الشرديه عندنا طبيعي. هلا رح نتحدث بشكل مختصر، طبعا اني هون مختصر لكم اياهم كثير وما مشكله، يعني هي عباره عن معلومات صغيره لانه نادرا ما تشوفوها، وحتى بتلاقوها كمان بالاطفال بالكلي هني، لانه اصلا بشكل اساسي بيحصل يعني عند الاطفال. الحماض الانبوبي الكلوي وهي عباره عن مجموعه من الامراض وليست مرض واحد، يحدث فيها خلل في انابيب الكلي تؤدي جميعها الى حماض استقلابي طبيعي الفجوي الشرد، وهي ضروري جدا جدا ما تنسوها انه الحميضات الانبوبي الكلوي له اربع انماط، النمط الاول والثاني والثالث والرابع كلها ترافق مع حماض طبيعي الفجوي الشريدي، لانه هذا مثار للاسئله النظريه، يعني مثلا دائما بحطوا اربع اسباب من اسباب الحماض عالي الفجوي الشريدي، وبحط لك واحد من اسباب الحماض الانبوبي الكلوي وبقول لك ايوه الخطا، فدائما احفظها ما تنساها. الحميضات الانبوبي الكلوي بكل انماطه بيسوي حماض استقلابي طبيعي الفجوي الشريدي. بشكل عام يصنف الحماض الانبوبي حسب نوع او مكان الخلل الى الحماض الانبوبي من النمط الاول اللي هو هذا قلنا عنه البعيد، هون بيكون الخلل بالانبوب بعيد تحديدا في القناه المسؤوله عن طرح شوارد الهيدروجين، هون بيكون في خلل بقناه البوتاسيوم الهيدروجين، فبتكون الكلي عاجزه عن اطراح شوارد الهيدروجين بالبول اللي هي بتكون مسؤوله عن تحميض البول، وبالتالي بيكون في نقص بقدره الكلي على تحميض البول، فالامر اللي بيؤدي لاحتباس شوارد الهيدروجين وبيحصل عندنا حماض طبيعي الفجوي الشريدي. ميزه هذا الحماض الانبوبي البعيد لانه شوارد الهيدروجين ما عم تنطرح بالبول، وبالتالي البول بسموه هو تجاوزا بسموه قلوي، بيكون بي اتش البول اكثر من 5.5، ومهما فعلنا لانه الكلي ما عم تطرح شوارد الهيدروجين وبالتالي ما عم تحمض البول، فبيبقى بي اتش البول اكثر من 5.5. عادة إذا بدنا نشخصه بنعمل بي اتش البول، فإذا كانت أكثر من 5.5 فهذا بيمشي مع الحماض الأنبوبي البعيد، وإذا بدنا نأكد تشخيص أكثر بيلجأوا لاختبار التحميض، إنه بيعطوا المريض حموض عن طريق الوريد، فالمفروض بهالحالة هي إذا ازدادت كمية أو تركيز شوارد الهيدروجين بالدم إنه تنطرح بالبول، وحتى مع إعطاء الحموض فما بتنطرح شوارد الهيدروجين بالبول، وبالتالي لا يتم تحميض البول وبقى بي اتش البول أكثر من 5.5، وهي ميزة للحماض الأنبوبي البعيد أو النمط الأول. عندنا الحماض الأنبوبي من النمط الثاني أو القريب، هذا أحيانا كذلك أيضا بسموه متلازمة أو تنازع متلازمة فانكوني، متلازمة فانكوني الكلوية. انتبهوا في نوعين لفانكوني، في عنا تناظر فانكوني هداك بتشهد في فقر دم لا مصنع أكثر شيء بيصير عند الأطفال، وفي عنا متلازمة فانكوني الكلوي اللي هي الحميضات الأنبوبي القريب، هون بيكون الخلل بالأنبوب القريب، ومثل ما ذكرنا بيكون الخلل في عودة امتصاص البيكربونات، بيكون عندهم عتبة امتصاص البيكربونات منخفضة، وبالتالي بيحصل عندهم عودة امتصاص البيكربونات، وايضا بكون الحماض طبيعي الفجوي الشرديين لانه الكلي بتعود بزاد عودة امتصاص الكلور. هلا الحماض الانبوبي من النمط الثالث، هذا نادرا ما تلاقوه او تدرسوه، هو دائما هيك بس رقم، هو عباره عن حماض مختلط بين النمط الاول والثاني. عندنا الحماض الانبوبي من النمط الرابع، هون بيكون الخلل في قنوات طرح الهيدروجين اللي بتكون بس شو معتمده على الالدوستيرون، بيحصل نقص باطراح شوارد الهيدروجين، والخلل الاساسي بيكون في اما نقص بافراز
الالدوستيرون مثل مرضى داء اديسون، مرضى داء اديسون بكون عندهم عوز بافراز الالدوستيرون او السيرويدات المعدنيه، وبالتالي بيحصل عندهم حماض انبوبي من النمط الرابع، او بيكون الخلل بسبب مقاومه لعمل الالدوستيرون على مستوى المستقبلات، فبيحصل احتباس بالهيدروجين وبيحصل ايضا حماض طبيعي الفجوي الشردي. انتبهوا، مثل ما ذكرت اكثر من مره، دائما الحماض بيترافق مع ارتفاع بالبوتاسيوم وارتفاع بالكالسيوم، كل اشكال الحماض تسبب ارتفاع بوتاسيوم الدم عدا الحماض اللي بيكون ناجم عن الاسهال، بسبب الاسهال هون بينخفض البوتاسيوم بسبب ضياعه مع البيكربونات. اما بشكل عام كل حالات الحماض تؤدي لارتفاع بوتاسيوم الدم، لانه عاده بالحماض شو بيحصل؟ بيحصل عندنا زياده بتركيز شوارد الهيدروجين، فحتى الجسم يعاود حاله الحماض تدخل شوارد الهيدروجين لداخل الخليه وبتخرج عنها بدلا عنها شوارد بوتاسيوم لخارج الخليه، لذلك بيرتفع تركيز البوتاسيوم. الا في الحالات اللي بيكون فيها ضياع البوتاسيوم بكميات كبيره مثل حالات الاسهال فبينخفض فيها البوتاسيوم. الحماض الانبوبي الكلوي كلياته بترتفع بيترافق مع نقص بوتاسيوم الحماض الانبوبي الكلوي، لانه هناك بيضيع البوتاسيوم عن طريق البول. كل حالات النمط الاول والنمط الثاني، النمط البعيد والنمط القريب بيترافقوا مع نقص بوتاسيوم عدا النمط الرابع، النمط الرابع بيترافق عاده مع ارتفاع بالبوتاسيوم، وهي احد الميزات اللي بنفرق بيناتهم. هاي مخطط ترسيمي لأنواع الحميضات الأنبوبي الكلوي. عندنا التايب 2 اللي هو البروكسيمال تيوبيل اللي هو الحماض الأنبوبي القريب، بيحصل فيه اضطراب بعودة امتصاص البيكربونات، فبالتالي بكون بي اتش البور أقل من 5.5، وأيضا بترافق مع هايبوكاليميا نقص بالبوتاسيوم. عندنا الحماضات الانبوبه النمط الاول اللي هو البعيد، بيحصل فيه اضطراب بافراز شوارد الهيدروجين بالبول، وبالتالي عدم قدره الكلى على تحميض البول او اطراح شوارد الهيدروجين بالبول. مثل ما ذكرت البي اتش البول بيكون اكثر من 5.5، وعاده بترافق مع نقص بالبوتاسيوم، وبسبب حاله الحماض المزمن مثل ما ذكرنا بيحصل زيادة بإطراح الكالسيوم بالبول. وهدول المرضى من ميزاتهم الأساسية الحميضات الأنبوبية البعيد أنه بيحصل عندهم زيادة بإطراح الكالسيوم بالبول وتشكل حصيات بولية، وحتى ممكن يعانوا من نفرو كالسينوسيز بسبب حالة الحماض المزمنة اللي بتحرك الفوسفات والكالسيوم من العظام من أجل الدرق، فبيزداد إطراح الكالسيوم بالبول، وحتى بيوصلوا لمرحلة أنه بيصير عندهم نفرو كالسينوسيز، أنه بيصير عندهم ترسب الكالسيوم بالبول. اما النمط الرابع مثل ما قلنا هو ناجم عن عوز الالدوستيرون او مقاومه لعمل الالدوستيرون على مستوى مستقبلاته، بيكون كذلك بي اتش البول اقل من 5.5، وبترافق هذا الوحيد اللي بترافق مع هايبركاليميا ارتفاع بالبوتاسيوم. هلا مراجعه، هذا جدول يلخص اسباب الحماض الاستقلابي مع فجوه الشوارد. الآلي زيادة إنتاج شوارد الهيدروجين، الأسباب اللي بتكون فيها طبيعي الفجوي الشاردي مثل ما ذكرنا هي زيادة الحموض المعدني مثل حمض كلور الماء وماء جافيل وكلور الأمونيوم. حمض كلور الماء مثل ما ذكرنا بيجي الكلور فبينضاف لكمية الكلور الموجودة بالدم، يعني مثل وكأنه زاد عندنا ارتفع مستوى الكلور بيعوض شوارد الهيدروجين اللي درقت شوارد بيعود شوارد البيكربونات لدرقة شوارد الهيدروجين، وبالتالي بتبقى الفجوة الشردية طبيعي. أما الأسباب زيادة إنتاج شوارد الهيدروجين اللي بيكون مترافق مع حماض مرتفع الفجوة الشردية هي زيادة الحموض العضوية مثل الحماض اللبني اللي بيحصل بحالات احتشاء العضلة القلبية أو قصور القلب، صدمة إنتانية أو جهد عضلي شديد أو متفورمين، أو بكل الحالات اللي بتترافق بنقص أكسجي على مستوى الأنسجي. أيضا حالات الحماض الخلوني السكري مثل حالات الصيام المديد أو المجاعة والكحولية، حالات الانسمام بالميتانول والإسبرين والإيتيلين جليكول والتولوين،
التلوين طبعا بالمراحل الباكره بيؤدي لحموضه استقلاب مرتفع الفجوه الشارديه وبحالات المخمصه او ستارفيشن. الحالات اللي قلنا بينقص فيها اطراح الهيدروجين لكن تترافق مع فجوه شارديه طبيعيه مثل ما ذكرنا، القصور الكلوي المزمن، لكن لما بتكون معدل الرشح الكبي اكثر من 30 مللتر بالدقيقه، الحموضه الانبوبيه البعيد او النمط الاول هذا قلنا بينقص فيه اطراح شوارد الهيدروجين بالبول، وايضا بقصور قشر الكظر مثل دا اديسون. اما الحالات اللي بينقص فيها اطراح شوارد الهيدروجين ولكن بيكون الفجوه الشارديه مرتفعه هي القصور الكلوي المزمن، لكن بمراحله النهائيه يعني بيكون معدل الرشح الكبي اقل من 30 مللتر بالدقيقه. حالات ضياع البيكربونات اللي بتترافق مع حموضه استقلابيه طبيعي الفجوه الشارديه مثل ما ذكرنا الان هي الاسهالات والحموض الانبوبي القريب او النمط الثاني، المدرات المثبطه للكربونيك انهيدراز الاسيتازولاميد، واستخدام المفجرات بالبنكرياس بعد معالجه الحموض الخلوني والتسمم بالتولوين وتحويل مجرى الاحليل عبر اللفائف مثلا، او احيانا بفاغروا الاحليل على الأمعاء أو الكولون كتحويل بولي بعد عمليات مثلا سرطان المثاني، فبيعملوا تحويل لمجرى البول فبيحصل عندنا حموض استقلابي طبيعي الفجوة الشاردية بسبب ضياع البيكربونات. طبعا ضياع البيكربونات بشكل عام أي سبب لأي سبب كان ما بيترافق مع حموض مرتفع الفجوي الشردي، لأنه كل الحالات اللي بيحصل فيها ضياع بالبيكربونات بيحصل فيها زيادة معاوضة في عودة امتصاص الكلور وبالتالي بيعاوض الفجوي الشردي وما بيحصل عندنا حموض عالي الفجوي الشردي. هلا بننتقل للتظاهرات السرية للحموض الاستقلابي. أول شيء بالجهاز التنفسي مثل ما ذكرنا بيحصل عند المرضى فرط تهوي وبالتالي بيزداد طرح غاز ثاني أكسيد الكربون للمعاوضة، فلما بيزداد طرح غاز ثاني أكسيد الكربون بينقص مستوى الدم فبيحصل عندنا قلق تنفسي معاوض. ومثل ما ذكرنا الحموض الاستقلابي بيترافق عادة مع تنفس كوسمول وهو تنفس سريع وعميق، هدفه الأساسي هو طرح كمية أكبر من غاز ثاني أكسيد الكربون بينخفض مستوى الدم فبيؤدي لنا لقلق تنفسي معاوض للحموض الاستقلابي. على مستوى الجهاز القلبي الوعائي وهي الأعراض الأهم بيؤدي إلى نقص قلوصية العضلي القلبي، فوقت اللي بينخفض البي اتش إلى أقل من 7.2 فبكون الحموض شديد. اضطرابات نظم بطيني وهبوط بالضغط الشرياني، لأنه الحموض له تأثير موسع للأوعي المحيطي وعادة بيكون هبوط الضغط غير مستجيب على إعطاء الكاتيكولامينات. في حالة الصدمة عادة يساعد إعطاء الأدرينالين في رفع الضغط لكن لن يستطيع رفعه بشكل كافي في حالات وجود الحموض، لذا يجب معالجة الحموض أولا عبر غسيل الكلي أو فصالة البلازما أو تصحيح حالة الحموض، ووقتها بيتصحح هبوط الضغط تلقائيا لأنه بيحصل توسع وعائي شديد وبكون ميسو غير مستجيب على إعطاء الكاتيكولامينات. على مستوى الجهاز الهضمي عادة بيترافق مع غثيان قيء وألم بطني وإسهالات خاصة بالحماضات اليوريميائية، يعني الحماض اليوريميائي أو الناجم عن القصور الكلوي المزمن والحماض الخلوني السكري، ومثل ما درسته بالغدد أنه الحماض الخلوني السكري عادة بيقلد البطن الحادي بيحصل فيه غثيان وقيء وإسهال وألم بطن. طبعا في حال الحماض كان سببه الإسهالات فإنه بتفاقم الحماض وبتزيده سوء بسبب زيادة ضياع البيكربونات. هلأ راح بحكي شوي ما نذاكرين هون عن علاج الحماض الاستقلابي. بشكل عام ما منعالج الحماض الاستقلابي بإعطاء بيكربونات الصوديوم إلا إذا كانت البي اتش أقل من 7.1، أما إذا كانت البي اتش أكثر من 7.1 ما بنعطي بيكربونات وبنكون حذرين بإعطاء البيكربونات،
لأنه إذا كانت البي إتش أكثر من 7.1 ما بيكون الحماض شديد، وبالتالي آليات معاوضة ممكن هي أو معالجة السبب لوحدها تكون كافية بتصحيح الحمض. وبشكل عام يكون هدف المعالجي هو المحافظة على البيكربونات عند المريض أكثر من 15 ميلي مول باللتر، أو الحفاظ على البي إتش أكثر من 7.2، يعني في الحالات اللي بدنا نعطي فيها البيكربون. عادة تتم المعالجة بإعطاء 50 ل 100 ميلي مكافئ بيكربونات وريديا، ونعطيها تسريب وريدي خلال ساعتين. طبعا انتبهوا، إعطاء البيكربونات بكميات كبيرة أو تعويضها بسرعة يؤدي أولا إلى حماض عجائبة بالسائل الدماغي الشوكي، لأنه لما تعطي بيكربونات بكميات كبيرة أو بسرعة بيصحح الحماض في الوسط خارج الخلوي، لكن ما بيقابله تصحيح سريع للحماض في السائل الدماغي الشوكي وبنفس السرعة، لذلك قد يؤدي إلى دخول المريض بوذم دماغي. عادة يتم حساب كمية البيكربونات الواجب تعويضها وفقا للمعادلة التالي: 24 ناقص بيكربونات المريض، يعني 24 اللي هي وسط البيكربونات ناقص قيمة البيكربونات عند المريض، نضربها بوزن أو نضربها بماء الجسم الكلي. مثل ما بتتذكروا ماء الجسم الكلي كيف نحسبه؟ عند النساء 5 بالعشرة ضرب وزن الجسم، وعند الذكور 6 بالعشرة ضرب وزن الجسم، فبتصبح المعادلة بشكل كامل هي 24 ناقص بيكربونات المريض ضرب ماء الجسم الكلي، اللي هو إذا كان عند النساء نص ضرب وزن الجسم، وإذا كان ذكر 6 بالعشرة ضرب وزن الجسم. وهيك بنحصل على كمية البيكربونات الكلي اللي لازم تعويضها لحالة الحمى. هلأ ننتقل لدراسة القلاء الاستقلابي. بيتضمن تعريف القلاء الاستقلابي ثلاث أمور أساسية: بتكون هناك زيادة بدئية في تركيز شوارد البيكربونات، أيضا ارتفاع قيمة البي اتش. ارتفاع قيمة البي اتش يعني قلاء، هذا بيكون بيعادله انخفاض تركيز شوارد الهيدروجين الحرة في الدم، وبسبب حالة القلاء بيحدث ارتفاع معاوض في البي سي او 2 بسبب نقص التهوية الصنخية ونقص طرح غاز ثاني أكسيد الكربون. بالحالة القلاء الاستقلابي مثل ما ذكرنا كيف من شخصه، البي اتش بتكون مرتفعة، تركيز البيكربونات كذلك بيكون مرتفع، فهذا بنقول انه هذا قلاء استقلابي. وكآلية معاوضة ثانوية بيثبط هوني التنفس منشان يحبس لنا غاز ثاني أكسيد الكربون لا يعاود حالة القلاء، يعني بيحصل عندنا حماض تنفسي معاوض. بشكل عام حتى نقول انه المعاوضة مناسبة، يجب ان يرتفع قيمة البي سي او 2 بمقدار 0.6 ملم زئبقي مقابل كل ارتفاع 1 ملي مكافئ باللتر في البيكربونات. هلا هون مثال عن القلاء الاستقلابي، اعطيكم مثال البي اتش 7.49. هون مثل ما قلنا اول شيء بنطلع البي اتش، البي اتش 7.49 اذا قلاء. البيكربونات 34 قلنا من 22 ل 26، اذا صار عندنا البي اتش مرتفعه والبيكربونات مرتفعه، اذا هذا صار قولا واحدا قلاء استقلابي. البي سي او 2 46 ملم زئبقي، هون المرتفع في بدايه المعاوضه. مثل ما ذكرنا اذا بدنا نعرف الحماض الاستقلابي او القلاء الاستقلابي معاوض ولا لا بننظر على قيمه البي سي او 2، فاذا كان ضمن المجال الطبيعي قلنا البي سي او 2 المجال الطبيعي من 37 ل 44 ملم زئبقي، فاذا كان ضمن المجال الطبيعي بنقول انه هذا حماض استقلابي او قلاء استقلابي حاد غير معاوض. اما اذا كانت البي سي او 2 مرتفعه او منخفضه خارج المجال الطبيعي فهون بنقول انه معاوض. بنلاحظ هون انه قيمه البي سي او بي سي او 2 46، اذا مرتفعه عن القيمه الطبيعيه وبالتالي بنعتبره انه معاوض. مثل بعكس الحماض الاستقلابي، الحماض الاستقلابي بتكون كل القيم منخفضه، يعني البي اتش بيكون منخفضه، البي سي او 2 بيكون منخفض، والبيكربونات بتكون منخفضه. القلاء الاستقلابي بعكسه تماما، البي اتش بتكون مرتفعه والبيكربونات بتكون مرتفعه وبيقابل ارتفاع معاوض في البي سي او 2.
بشكل عام يحدث قلة استقلابية نتيجة إما ضياع الهيدروجين عن طريق الجهاز الهضمي كالإقياء أو البولة مثل حالات بارت الألدوستيرين، أو بسبب زيادة البيكربونات مثل تناول الأطعمة القلوية. ما بعرف هي شو المثال هذا، كالفتي بالزيت، ما عندي يعني خبرة بهيك موضوع، أو الإفراط بشرب المشروبات الغازية. المشروبات الغازية مثل ما بتعرفوا بتحتوي على نسبة بيكربونات عالي، أو الحقن الوريدي للبيكربونات، يعني أحيانا بيكون خطأ علاجي زيادة إعطاء البيكربونات. بحالات القلاء الاستقلابية يجب التمييز بين نوعين، عندنا نوعين هو القلاء. النوع الأول هو القلاء الذي يتصحح بإعطاء الكلور، وعندنا نوع ثاني من القلاء هذا ما بيتصحح بإعطاء الكلور. أول شيء راح نعدد ونشرح أسباب القلاء الذي يتصحح بإعطاء الكلور. هذا بيحدث في حالات نقص الحجم مع نقص حجم السائل خارج الخلاء. أهم أسبابه هي خسارة الحموض عن طريق الجهاز الهضمي، والمثال الأشع هو الإقياءات المستمرة أو الإقياءات الشديدة، وأيضا في حالات مص المفرزات المعدية المعوية بالأنبوب الأنفي المعدة، وأيضا الورم الزغابي في الأمعاء الفيروس أدينوما. أيضا إعطاء المدرات، وفي بعض حالات بعد فرط كربون الدم يعني بسموها البوست هايبر كابي. هلا الآلية الإمراضية بالقلاء الاستقلابي المستجيب لإعطاء الكلور، وراح نشرح الآلية في حالة القلاء الاستقلابي الناتج عن الإقياءات الشديدة. الإقياءات الشديدة مثل مرضى تضيق البواب الخلقي، أو مرضى اللي بيكون عندهم انسداد مخرج المعدي، أو المرضى اللي بيصير عندهم إقياءات شديدة ومزمنة، فبيحصل عندهم هذا المثال يعني الكلاسيكي للقلاء الاستقلابي ناقص البوتاسيوم وناقص الكلور. بحالة مريض الإقياءات الشديدة بيخسر مفرزات المعدة الغنية بحمض كلور الماء، وأيضا الماء والصوديوم والبوتاسيوم. أول شيء خسارة حمض كلور الماء، يعني هوني بكون عندنا خسارة بشوارد الهيدروجين والكلور، فبيؤدي لنا لحدوث قلاء استقلابي. خسارة الماء والصوديوم بتؤدي لحدوث نقص بحجم السائل خارج الخلوي، وبالتالي لما بيحصل عندنا نقص بحجم السائل خارج الخلوي بيحصل عندنا نقص بالجيران الدموي الكلوي، الأمر اللي بيؤدي إلى تفعيل جهاز الرنين أنجوتنسين ألدوسترون، فبيحصل عندنا فرط ألدوستروني ثانوي لمعاوض نقص الحجم. وهون تأثيرات الألدوسترون على الكلي، أول شيء بتؤدي لزيادة امتصاص الماء، والألدوسترون بيزيد امتصاص الصوديوم، وأيضا بيتبعه الكلور. لذلك طالما عم يمتص الكلور بكمية معادلة لكمية الصوديوم، لذلك بيكون الكلور البول ناقص. عادة بهالحالة هي بيكون كلور البول أقل من 25 ميلي مكافئ باللتر، الطبيعي عادة من 25 ل 40 ميلي مكافئ باللتر. أما المرضى هدول القلاء اللي بيكون مستجيب على العلاج بالكلور، اللي هو بيكون بشكل أساسي عند المرضى اللي بيكون عندهم نقص حجم، فبيحصل عندنا نقص بإطراح الكلور في البول، وبكون أقل من 25 ميلي مكافئ باللتر. هوني وبشكل تناقضي انتبهوا، بسبب تأثير الألدوسترون بيحصل عندنا زيادة بإطراح شوارد الهيدروجين وعود امتصاص البيكربونات مما يفاقم حالة القلاء، وأيضا بيحصل عندنا زيادة بإطراح البوتاسيوم. وبهالحالة هي بحالة القلاء الاستقلابي بيحصل عندنا شغلة اسمها البيلي الحمضية التناقضية أو البيلي الحمضية العجائبي. بحالة الحموض، بحالة القلاء بشكل طبيعي، يعني هذا الشيء الطبيعي أنه طالما المريض عنده قلاء يعني بيكون عنده نقص بشوارد الهيدروجين، وبالتالي بيكون عنده زيادة بالبيكربونات، ولكن بسبب تأثير الألدوسترون مثل ما عم تشوفوا بيحصل عند المريض زيادة بإطراح شوارد الهيدروجين، وايضا زياده بعود امتصاص البيكربونات، هذا بيؤدي لتفاقم القلاء. هلا زياده اطراح شوارد الهيدروجين بتؤدينا لزياده تحميض البول، يعني بصير عندنا بيله حمضيه بسموها الاسيد يوريا، والمريض بكون عنده قلاء. المفروض انه الجسم بهيك حالي انه يحتفظ بشوارد الهيدروجين ليعدل حاله القلاء، ولكن هون بالعكس بيحصل انه زياده باطراح شوارد الهيدروجين وبصير البول حامضه، فهي هذا هو السبب اللي بسموها بيلي حمضي عجائبي او تناقضي، بسموها البارادوكسيكال اسيد يوريا.
خسارة البوتاسيوم، بالتالي بينقص عندنا بوتاسيوم الدم، وكمحاولة لتصحيح هذا النقص بيخرج البوتاسيوم من داخل الخلايا وبتدخل شوارد الهيدروجين مكانه، فبينقص تركيزه في الدم مما يفاقم أيضا حالة القلع. فبهالنوع من القلع الاستقلابة يمكن تقسيم الأليل الإمراضي إلى طورين: طور التأسيس وهو يحدث فيه الاضطراب الأساسي الذي سبب القلع، وهو في مثلنا ضياع حمض كلور الماء بالإقياءات، وطور الصياني المانتيننس فيز، هون هو طور صياني بتتدخل فيه الكلي لتصحح الخلل لكنها تفشل وتفعل العكس، يعني تماما أنه بتزيد الطين بلي، حيث مثل ما ذكرنا بتزيد اطراح شوارد الهيدروجين، لازم هي تفعل العكس انه تنقص اطراح شوارد الهيدروجين عشان تعوض حاله القلاء، وايضا بتزيد عوده امتصاص البيكربونات، وبالتالي بتفاقم حاله القلاء اكثر، هي المفروض انه تزيد اطراح البيكربونات مو تعيد امتصاصها، فبالتالي زياده اطراح شوارد الهيدروجين وزياده عوده امتصاص البيكربونات بيحافظ على استمرار القلاء الاستقلابي حتى لو توقف الإقياء. ومثل ما ذكرت بيحدث أيضا بيلي حمضي عجائبي أو تناقضي بسموها البارادوكسيكال أسيد ديوريا، وهي مثل ما ذكرت أنه المريض عنده قلاء ولكن بشكل تناقضي بسبب تأثير الألدوسترون، عم يطرح المريض الهيدروجين وبيزيد عوض من امتصاص البيكربونات، فزيادة إطراح الهيدروجين بالبول بتؤدي لزيادة حموضة البول، فهي اللي بيسموها بيلي حمضي تناقضي. الآليات الكلوية في طور صياني، هاي الآليات بتزيد من امتصاص البيكربونات وإطراح شوارد الهيدروجين على مستوى الكبب، بتؤدي لنقص رشح الكبة وبالتالي نقص رشح شوارد البيكربونات. على مستوى الأنبوب القريب بيزداد عود امتصاص الصوديوم، وبالتالي يزداد طرح شوارد الهيدروجين وعود امتصاص البيكربونات. أما على مستوى القناة الجامعة بيحدث تأثير الألدوسترون مثل ما ذكرنا، بيؤدي لزيادة طرح شوارد الهيدروجين والبوتاسيوم وعود امتصاص الصوديوم والبيكربونات، كما يؤدي أيضا إلى نقص كلور البول. نقص كلور البول يؤدي إلى اضطراب طرح البيكربونات بالتبادل مع الكلور في القناة الجامعة، مما يؤدي أيضا لنقص اطراح البيكربونات بالبول. هاي خلاصة القلاء الاستقلابي المستجيب لإعطاء الكلور، شرحناها كلها. بتؤدي خسارة الكلور والهيدروجين ونقص الحجم إلى ارتفاع البيكربونات في الدم، وبالتالي حدوث القلاء، وأيضا بينقص اطراح الكلور بالبول وبيحدث فرط الدسترون الثانوي. بتم تعزيز أو صيانة هذا القلاء مثل ما قلنا بطور صياني بسبب آليات الكلوية، وأهم نقص الرشح الكبة وزيادة عودة امتصاص الصوديوم وتأثير نقص كلور البول وفرط الألدسترون. يساهم نقص الكلور المطروح في البول في الآلية الإمراضية من خلال تأثيره على عملية طرح الهيدروجين وعادة امتصاص البيكربونات في الأنابيب الكلوي. هلا علاج القلاء الاستقلابي اللي بكون ناجم عن او الناجم عن الاقياءات، او بيكون مثل ما سميناه يستجيب لاعطاء الكلور، علاجه بيكون تعويض كلور الصوديوم وهو الاهم. يمكن تعويض كلور الصوديوم اول شيء غالبا بيكون المريض عنده نقص بالحجم، وبالتالي بنعطيه محلول نورمال سالين، المحلول السالين النظامي 9 بالألف كلور صوديوم لتحسين نقص الحجم وتصحيح القلاء الحاصل. لذلك لأنه بيستجيب على إعطاء كلور صوديوم، لذلك سمي القلاء الاستقلابي المستجيب لإعطاء الكلور. أيضا تعويض كلور البوتاسيوم، إعطاء البوتاسيوم وتعويض البوتاسيوم لأنه بيترافقه مع نقص بوتاسيوم، وأيضا يمكن استخدام المدرات الحافظة للبوتاسيوم، إيقاف المدرات المسببة مثل المدرات العروي، مثلا إذا كان السبب هو إعطاء المدرات يجب إيقاف المدرات، كما يمكن استخدام الأسيتازولاميد. مثل ما ذكرنا الأسيتازولاميد بيثبط الكربونيك إنهيدراز، وبالتالي بيقلل طرح الهيدروجين وبيزيد عودة امتصاص البيكربونات. هلأ عندنا النوع الثاني
القلى الذي لا يتصحح بإعطاء الكلور، هذا ليس له علاقة بنقص الكلور ولا بنقص الحجم، لذلك فهو لا يتصحح بإعطاء كلور صوديوم. وميزة هذا النوع من القلاء مثل ما ذكرنا، القلاء اللي بيتصحح بإعطاء الكلور غالبا بيكون المريض عنده نقص بالحجم، أما القلاء اللي ما بتصحح بإعطاء الكلور غالبا بيترافق مع زيادة الحجم خارج الخلوي، وبعض الحالات منها بتترافق مع ارتفاع توتر شرياني، وأيضا بيكون مترافق مع نقص بوتاسيوم وزيادة الستيرويدات المعدنية. وآليته الأساسية هي الأسباب، يعني فرط الدسترون بدء، طبعا فرط الدسترون بدء يعني لازم تكون، أو الدسترون بدء وليس فرط الدسترون الناجم عن نقص الحجم، يؤدي إلى زيادة اطراح شوارد الهيدروجين واعاده امتصاص البيكربونات، زياده طرح البوتاسيوم فما يؤدي الى نقص بوتاسيوم الدم، فبالتالي خروج شوارد البوتاسيوم من الخلايا مقابل دخول شوارد الهيدروجين. من امثله القلاء الاستقلابي الذي لا يتصحح باعطاء الكلور الالدوسترين بي دي او تناذر كون، ايضا داء كوشينج، العلاج بالسترويدات القشريه او الاورام الهاجره او المنتبذي اللي بتفرز الاسي تي اتش، يعني بتسوي لنا متلازمه كوشينج هاجره، وايضا المتلازمه الكظريه التناسليه اللي بيكون فيها عوز بال11 بيتا هيدروكسيلاز، الافراط بتناول العرق سوس، وايضا عندنا متلازمه بارتر وحالات نقص البوتاسيوم الشديد. هلا هوري شارحين كلمتين عن متلازمة بارتر، لكن كلمتين ما واضحات وحتى فيهم خطأ. متلازمة بارتر هي عبارة عن عيب وراثي نادر، لكن بالحقيقة هي عيب تنجم عن عيب خلقي في الذراع الصاعدي أو في الجزء الصاعد العروي هالي، وليس في الأنبوب القريب مثل ما مذكور هون. متلازمة بارتر بتكون العيب الأساسي في الجزء الصاعد الثخين العروي هالي وليس في الأنبوب القريب، لذلك بتكون تظاهرات السريرية مشابهة لتأثير الفروزمايد. مثل ما درسنا الفروزمايد بيأثر في الجزء الثخين الصاعد العروي هالي، حيث يثبط القناة المسؤولية عن عودة امتصاص الصوديوم والكلور والبوتاسيوم، وهي القناة تدعى قناة صوديوم 2 كلور بوتاسيوم، هيك برمزوا لها، قناة صوديوم 2 كلور بوتاسيوم. الفروزمايد هون بيأثر وبيثبط هي القناة وبيحدث لنا تأثيرات، يعني تظاهرات سريرية اللي بتتظاهر فيها متلازمة بارتر بتكون هي نفس التأثيرات الجانبية أو تأثيرات الفروزمايد، لذلك التظاهرات السريرية لمتلازمة بارتر تشبه التأثيرات التي يحدثها تناول الفروزمايد يوميا. مثل اذا مريض عم ياخذ الفروزمايد يوميا وبشكل مزمن بيحصل عنده نفس التظاهرات السريريه لمتلازمه بارتر، بيحصل فيها بوال وسهاف وتجفاف، ترافق ايضا مع نقص بوتاسيوم وقلاء استقلابه، بيحصل فيها ايضا نقص بالكلور ونقص كالسيوم الدم، وبيزداد اطراح الكالسيوم بالبول، وبسبب زياده اطراح الكالسيوم بالبول بيحصل عندنا حصيات البولية. أما المغنيسيوم بمتلازمة بارتر قد يكون أو منخفض قليلا فقط، كلها بتكون ناقصة فقط إنه بيحصل عندنا فرط حمض البول بالدم، يعني بيحصل عندنا زيادة بحمض البول بالدم بسبب عند هالمرضى هدول، بسبب فقدان الصوديوم والماء بالبول بيفعل عندنا جهاز الريني الدوستيرون، فتزداد فعالية الرينين والالدسترون، يعني بيرتفع مستوى الالدسترون والرينين، وبسبب التفعيل المزمن ونقص او زياده اطراح الماء والصوديوم، فهذا بسبب تفعيل مزمن للجهاز المجاور للكبد، فبيحصل عندنا فرط تصنع بالجهاز المجاور للكبد. لكن فيها شغله مميزه مثل ما ذكرنا انه فيها زياده بافراز الالدسترون والرينين، لكن على الرغم من زياده فعاليه الالدسترون والرنين إلا أن الضغط الشرياني يبقى طبيعي، يعني ما بتترافق مع ارتفاع الضغط الشرياني. ومثل ما ذكرت التظاهرة السريرية لمتلازمة بارتر بتشبه
تأثير الفروزمايد إذا المريض استخدمه يوميا، وكتذكرة التأثيرات الجانبية للفروزمايد انتبهوا لها، بيحصل نقص بكل الشوارب، بيضيع كل شيء، بيحصل عندنا نقص بالصوديوم ونقص بالبوتاسيوم ونقص بالكلور ونقص بالمغنيسيوم ونقص بالكالسيوم، كلياتهم بيضيعون. فهي التأثيرات اللي بيحدثها الفروزمايد، وهي بتشبه التظاهرة السرية للميتلازم بارتر، فقط ممكن يؤدي إلى ارتفاع حمض البول. هلأ في بعض ملاحظة إن خروج البوتاسيوم من الخلايا لتصحيح نقص البوتاسيوم مثلا يترافق مع دخول الهيدروجين إليها، وبالعكس أيضا خروج الهيدروجين من الخلايا لتصحيح القلاء مثلا يترافق مع دخول البوتاسيوم إليها، وبالتالي القلاء الاستقلابي دائما بيؤدي لنقص بوتاسيوم للدم، وأيضا نقص البوتاسيوم هو بحد ذاته يمكن أن يسبب أو يفاقم حالة القلاء. هلأ الأعراض والعلامات السريرية للقلاء الاستقلابي عادة، ومثل ما ذكرت أكثر من مرة، قلنا أنه الحماض بيترافق مع ارتفاع بالكالسيوم وبيترافق مع ارتفاع بالبوتاسيوم، أما القلاء فبيترافق مع نقص بالبوتاسيوم وبيترافق مع نقص بالكالسيوم المتشرب أو المؤين. فلذلك عادة بسبب ترافق القلاء الاستقلابي مع نقص الكالسيوم المؤين أو المتشرب بتكون أعراض والعلامات مشابهة لحالات نقص كالسيوم الدم، فبيحصل عند المريض تكزز وتقلصات عضلية وتخليط ذهني، وقد يحدث عنده اختلاجات. هلأ تشخيص القلاء الاستقلابي بيعتمد على غازات الدم كما ذكرنا. المفتاح بالتشخيص هو والعلاج هو كلور البول. بهالحالة هي بيكون الكلور البول طبيعي، يعني بيكون أكثر من 25 ملي مكافئ باللتر. العلاج بهالحالة هي بيكون بعلاج المرض الأصلي المسبب، مثلا إذا كان السبب هو الألدوسترون بي دي أو متلازمة كون فلازم علاج فرط الألدوسترون، وإذا كان السبب مثلا إعطاء استيرويدات قشرية أو متلازمة كوشينج أو داء كوشينج لازم معالجة داء كوشينج. وبالحالات اللي بيكون فيها الألدوسترون مرتفع تثبيط الألدوسترون إما بتخفيف جرعة استيرويدات أو استئصال الورم المسبب لداء كوشين، أو إذا كان المريض عنده متلازمة كون يجب علاج متلازمة كون سواء بإعطاء المضادات الألدوسترون أو استئصال الورم المفرز للألدوسترون. أيضا يجب تعويض البوتاسيوم واستخدام المدرات الحافظة للبوتاسيوم. عند هدول المرضى بينفع إعطاء حمية منخفض الملح. في بعض حالات الحماض القلاء الاستقلابي الشديد إذا لم يتحسن القلاء على المعالجات السابقة يمكن إعطاء حمض كلور الماء الـ HCl وريديم، ولكن ممددا يوضع 1/10 ميلي مول باللتر ويعطى تسريبا وريدي. هلا هون هني فقط اعطيكم الحماض الاستقلابي والقلاء الاستقلابي، ولكن ما نذكرين اي شيء عن الحماض التنفسي والقلاء التنفسي، يبدو اني تركينهم للامراض الصدريه، معتقدين انه هناك تدرسوهن، ما بعرف اذا درسوهن بالامراض الصدريه ولا لا. أخذتوا مادة صدري؟ إيه أخذناها. درستوا فيها الحماض التنفسي والقلاء التنفسي؟ إذا درستوهن مشان ما ألبككم فيهن، لا إذا ما درستوهن مشان أحكي كلمتين ثلاثة عنهن وننهي يعني توازن الحمض القلوي بشكل كامل. طب راح بحكي عنهم بشكل سريع. الحماض التنفسي عادة بيكون فيه نقص بالبي اتش وارتفاع بالبي سي او 2، وكمعاوضة ثانوية بترتفع البيكربونات.
شلون بدنا نشخص الحمار التنفسي؟ مثل ما ذكرنا، اول شيء بنطلع لقيمه البي اتش، بنلاقيها بتكون منخفضه، بنطلع لقيمه البيكربونات بنلاقيها ما بتتوافق مع قيمه البي اتش، وبالتالي بنتوجه انه هوني هذا تنفسي. فاذا لقينا البي سي او 2 مرتفع فهذا بشخص لنا انه الحماض تنفسي. طبعا بحاله الحماض التنفسي ترتفع البيكربونات كمعاوضه ثانوي. بالحالات الحاده لما بكون الحماض التنفسي حاد يعني مدته اقل من 24 ساعه، كل ارتفاع بالبي سي او 2 10 ملم زبقه ترتفع البيكربونات بمعدل 1 ملمول باللتر. اما بالحالات المزمنه اللي بتكون اطول من 24 ساعه، فكل ارتفاع بالبي سي او 2 بمقدار 10 ملم زبقه يقابل ارتفاع بالبيكربونات 4 ملمول باللتر، ولكن بحالات المزمنه ما بتتجاوز قيمه البيكربونات اكثر من 38 ملمول باللتر في كل الحالات. هلا اسباب الحماض التنفسي مثل ما درسنا بماده طب الطوارئ، هي كل الحالات اللي بتترافق مع نقص تهوي يعني هايبو فنتيليشن، كل الحالات اللي بيحصل فيها نقص تهوي بتؤدي لحماض التنفسي. واهم اسبابها تخبيط الجمله العصبيه المركزيه مثل مركبات المهدئات والمركنات وانتانات الجمله العصبيه المركزيه في حالات انسداد الطرق الهوائيه مثل مرضى الربو، ايضا امراض الرئه البرانشيمي مثل مرضى السي او بي دي والنفاخ الرئوي، ومرضى حتى مرضى ذات الرئه، وايضا الاي ار دي اس متلازم الكربة التنفسي الحاد عند البالغين. من الاسباب الحمى التنفس ايضا هو الحالات اللي فيها بيحصل فيها ضعف او شلل بالعضلات التنفسيه مثل حالات شلل الاطفال والوهن العضلي الوخيم وحالات الحثل العضلي، وايضا في حالات اذيات الحجاب الحاجز بتؤدي لحدوث نقص تهوي وبالتالي بتؤدي لحدوث حماض استقلال. التظاهرات السريريه للحماض التنفسي بسبب احتباس غاز ثاني اكسيد الكربون بيحصل عند المريض نعاس وميل للنوم، بعدين بيترقى لحدوث تخليط ذهني، وفي حال ارتفع البي سي او 2 اكثر من 60 ملم زئبقي بيدخل المريض بسبات بسبب الانسمام بثاني اكسيد الكربون. انتبهوا بحالات عند مرضى الربو او مرضى سي او بي دي، بس ان شفت المريض صار ينام او ميل للنوم او نعاس، انتبه انه هالمريض هذا بكون عنده حماض تنفسي وعنده احتباس شديد بغاز ثاني اكسيد الكربون. من علامات الاحتباس غاز ثاني اكسيد الكربون انه المريض بميل نحو النوم وبيصير عنده نعاس. العلاج بحالات الحماض التنفسي بيكون بعلاج السبب الاصلي اللي ادى للحماض التنفسي. طبعا يجب تخفيض البي سي او 2 ببطء وببطء شديد، لانه في حال تم تخفيض البي سي او 2 بشكل سريع قد يؤدي الى حدوث وذمي دماغي ولا نبضيات قلبي واختلاجات. راح بحكي كمان كلمتين سريعات عن القلاء التنفسي. القلاء التنفسي مثل ما ذكرنا شلون نشخصه، بنطلع على البي اتش بنلاقيها مرتفعه، بنطلع على قيمه البيكربونات بنلاقيها ما متوافقه مع قيمه البي اتش، بنطلع على البي سي او 2 بنلاقيه ناقص، وبالتالي هذا بكون قلاء تنفسي. وبهالحالة هي بيحصل عنا كمعاوضة ثانوية بتنقص البيكربونات. طبعا القلاء التنفسي مثل ما ذكرت ممكن يترافق مع نقص بوتاسيوم، وبسبب حالة القلاء يمكن أن ينقص الكالسيوم المؤين أو المتشرد. الأسباب، أسباب القلاء التنفسي طبعا يمكن أن يشاهد في كل الحالات التي تؤدي إلى تسرب بالتنفس أو فرط التهوي. وأهم أسبابه مركزية، الأسباب المركزية يعتبر القلق أشيع الأسباب، وخصوصا هذا بتشاهده عند الصبايا أو يعني الشابات اللي بيكون من عصبات أو من نرفزات، فبيحصل عندها فرط تهوي وبتدخل بقلاء تنفسي. الأدوية يعتبر الانسمام بالإسبرين أشيع الأسباب الدوائية للقلاء التنفسي. طبعا انتبهوا، الانسمام بالاسبرين بيترافق مع شغلتين، قلاء تنفسي وحماض استقلابي. مو بس حماض استقلابي عالي الفجوه الشرديه، الانسمام بالاسبرين اول ما بيبدا بيحصل عند المريض قلاء
تنفسه بالبداية بسبب تنبيه مباشر لمراكز التنفس البصلية، بيحصل عند المريض تسرع تنفس وفرط تهوي، وبالتالي بيؤدي لقلق تنفسه، وفيما بعد بسبب تراكم حمض السالي السيلياك بعدين بيدخل المريض بحموض استقلابي عالي الفجوي الشردي. لا تنسوها، الانسولين بالاسبرين بيترافق مع شغلتين، اول شيء بيكون عنده قلق تنفسي، بعدين بسبب تراكم حمض السالسي اسيد بيرفع لنا الفجوه الشردي، وبيدخل المريض بحموض استقلابي عالي الفجوي الشردي. لذلك الانسولين بالاسبرين عاده بيكون توازن الحمض القلوي توازن مختلط. ايضا من اسباب القلق التنفسي هي المركبات اللي بتزيد الحث التنفسي وبتزيد تنبيه مراكز التنفس، مركبات ميثيل ليكزانتين مثل مركبات التيوفيلين والامينوفيلين. احيانا قد يكون القلق التنفسي تالي لنقص اكسجي مثل مرضى الصمي الرئوي. مرضى الصمي الرئوي عاده بيكون عندهم قلق تنفسي، وبتميز القلق التنفسي عندهم بانه عندهم نقص بالبي سي او 2 ونقص بالبي او 2، يعني بيكون عندهم نقص بغاز ثاني اكسيد الكربون، ايضا بيكون عندهم نقص اكسجي وبس قلق تنفسي. وايضا مرضى الجبال او المرتفعات العاليه بيحصل عندهم قلق تنفسي، مرضى قصور القلب الاحتقاني ومرضى التهوي الاليه. طبعا النساء الحوامل اثناء الحمل بسبب ارتفاع مستوى البروجسترون عاده حاله الحمل تترافق مع قلق تنفسي مزمن. التظاهرات السريريه بالحالات القلق التنفسي الحاده وبسبب حاله القلق بيدخل الكالسيوم المؤين او المتشرب الى داخل الخليه، مما يؤدي لنقص مستوى الكالسيوم المتشرد، فبيحصل عند المريض خدر ونمل حول الشفاه، خدر ونمل بالاصابع، وقد يحصل عنده تكزز وتشنج في معصم اليدين اللي بسموها الكاربوبيديال اسباس. علاج القلق التنفسي عاده بيكون بعلاج المرض الاصلي المسبب. في حالات القلق مثل ما بتعرفوا يفيد التنفس في كيس ورق كتيم، يعني المريض بيصير يطرح غاز ثاني اكسيد الكربون بالكيس وبيرجع بيستنشقه، فمن هون بهالحاله هي بنرفع مستوى سي او 2 وبالتالي بتحسن المريض. هون في بعض الامثله السريريه او يعني مثل الاسئله الامتحانيه اللي بتجي على حالات توازن الحمض القلوي. راجع مريض الاسعاف وعند اجراء قياس غازات الدم وجد لديه البيكربونات 15، البي اتش 7.20، البي سي او 2 15. هون ما عاد يسال ما الاضطراب توازن الحمض القلوي اللي عند هالمريض هذا، وفي حال كانت الشوارد الكلور 100 الصوديوم 140 فما هي فجوه الصواعد لديه. مثل ما ذكرنا اول ما بنطلع على البي اتش، البي اتش ناقصه 7.20، البيكربونات ناقصه 15، فهذا قولا واحدا هذا حماض استقلابي. شلون بدنا نحسب فجوه الشوارد؟ مثل ما قلنا الصوديوم ناقص مجموع الكلور زائد البيكربونات، الكلور 100 والبيكربونات 15 صاروا 115، بنقصهم من 140 بتطلع لنا فجوه الشوارد 25. اذا هذا كتقييم نهائي هذا حماض استقلابي عالي الفجوي الشردي. طبعا ولاحظوا هوني البي سي او 15 فمنخفض كثير، فبالتالي المعاوضه مناسب لانه خارج المجال الطبيعي. مثل ما ذكرنا البي سي او 2 اذا كان بين 37 ل 44، كان لو اعطينا البي سي او 2 40 فهذا بنعتبره حماض استقلابي غير معاوض. اما طالما البي سي او 2 منخفض فبهالحاله هي تعتبر المعاوضه التنفسيه ممتازه. والمعاوضه المناسبه هو عندما بينقص مستوى البي سي او 2 بمقدار 1.25 ملم زئبقي مقابل كل انخفاض 1 ملي اكوفيلنت باللتر في تركيز البيكربونات. الحاله الثانيه اعطينا غازات دم شريانيه، وجد عند المريض البي سي او 2 55 ملم زئبقي، البيكربونات 29، البي اتش 7.48، الكلور 103، الصوديوم 140. كذلك نبدا بنفس الخطوات، بنطلع على البي اتش 7.48 اذا قلق، بنطلع على البيكربونات 29 مثل ما ذكرنا هي 22 ل 26 اذا مرتفعه، هذا قولا واحدا قلق استقلابي.
قلاء استقلابية لا تحسب فيه فجوة شوارد ولا شيء. طبعا بدك تعرف المعاوضة، منطلع على البي سي او 2، البي سي او 2 55، فيعتبر المعاوضة التنفسي مناسبة لحالة الحماض، لحالة القلاء الاستقلابية عند المريض. هون البي سي او 2 مرتفع، هو الطبيعي من 37 ل 44، فصاير عند المريض 55، وبالتالي حاصل عند المريض حماض تنفسي معاوض. لهون بيكون انتهينا من التوازن الحمضي القلوي. اذا في حد عنده سؤال يتفضل. حكيم، شلون تسريب HCL الصفحة اللي قبلها بالتشخيص والعلاج؟ تثبيط الكوليسترول، تعويض بوتاسيوم، حمية منخفضة الملح، هذا القلاء الذي لا يتصحح بإعطاء الكلور، شلون بنسرب HCL؟ شلون؟ يعني في مادة HCL تتسرب، يعني في مادة حمض كلور ما قلت لك بيوضع 1/10 ملي مول بتعطيها تسريب وريدي، بس لكن هذا نادر جدا انه ما حد. بيعطى ممدد عن طريق الوريد HCL، هو حمض كلور الماء، ولكن بحياتك ما بيعطى ممدد، بيحطه 1/10 ميلي مول باللتر سيروم ملحي ويسربوها تسريب وريده، ولكن نادر جدا انه يعني يستخدم، لانه بشكل اساسي القلاء الاستقلابي خصوصا هذا النوع اللي غير مستجيب على كلور، قلنا اللي مستجيب على كلور بيكون هو بسببه الاساسي مثل اقياءات ونقص الحجم، فهذاك بس اعطي نورمال سلاين وعوض حاله الحجم بيتحسن القلاء لوحده، اما هذا لازم علاج السبب الاصلي يعني للمرض، سواء كان فرط الدوسريني بدي ولا عند المريض كوشينج ولا اذا مريض عم ياخذ استرويدات قشريه، لازم هاي العلاج بيكون علاج السبب الاصلي. ونادر عمليا انه حدا يعطي، يعني بصراحه انا بحياتي ما شفت انه اعطينا لحاله قلاء استقلابي حمض كلور الماء، ولكن هو مدرسيا هيك يعني بنعطى 1/10 ميلي مول باللتر وبتنعطى تسريب وريده في حال احتجاج انه ما تحسن القلاء عند المريض. الله يعطيك العافيه. الله يعافيكم.